السلام عليكم متابعينا أينما كنتم، حياكم الله. اليوم جبناكم ثاني مجمع اللي هو في ناحية سرسنك، وهذا الحديقة بداية قبل لا ندخل إلى البيوت، وعبارة عن شقق في ناحية سرسنك. راح نصور البيوت من الداخل وراح تشوفون التفاصيل إن شاء الله. عندنا شقة رقم 5، هاي البلكونة، وطل على الحديقة. صالة، عندنا أيضا بيت رقم 6، شقة رقم 6، بداية صالة. أول ما تدخل البيت صالة، أيضا مطبخ، عندنا غرفة ثنائي، غرفة نفرين، غرفة ثلاثي 3 أسرة، أيضا عندنا مغاسل، تواليت وحمام. أيضا عندنا المغاسل، حمام، تواليت. عندنا الغرفة ثلاثي، ماء المطبخ، مطبخ كامل جاهز متوفر به كافة الاحتياجات. طبعا هو يعتبر خماسي. هذا غرفة نوم ثنائي نفرين. هذا هو الحديقة والمجمع. هاي البيوت مثل ما راح تشاهدون، هذا البيوت عبارة عن شقق موجودة في ناحية سرسنك. للحجز والاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام الموجودة كرة أساسين 0750866825، أساسين 0770184822. أخوكم وخادمكم دليل السياحي عمر.